اهم حاجه بتفتقدها بره هي احساسك بالدفء والامان. اه مفيش غير في بلدك كده تحس بالدفى، تحس ان في ناس ممكن تضحي بروحها عشان جار او صديق او حتى حد ما تعرفوش. حسش بالكلام ده غير اللي عاش بره فتره طويله. ده غير الاكشن بقى، يعني بره في نظام، في هدوء، وطبعا اي حد بيحب الكلام ده، لكن ساعات كده الواحد بيبقى نفسه في شويه اكشن في حياته. انت راجع مصر عشان الاكشن؟ كان وحشني قوي. يلا ملوتوف، عايز شغل على اعلى مستوى. يلا ايوه هنا. قول حاجه، اعمل اي حاجه. اصبري اصبري. مساء الخير. لعلمكم انا عرفت انتوا مين. انتوا اللجنه الشعبيه صح؟ انا كان نفسي انضم ليكم من اول ما عرفت عنكم. حد اساله امير؟ في اجراءات لان انا يعني اعمل ابلكيشنز او انتوا بتدوروا على حاجه معينه؟ انا ممكن اساعدكم. اساعدكم، احنا لازم كلنا نساعدكم يا جماعه. انتوا بتأدوا خدمه وطنيه جليله، انتوا ابطال. اشتغل يلا. هو انا على فكره ما عنديش اي مشكله ان حضرتك تعتبره كلب بوليسي، بس ان هو في حد ذاته معتبر نفسه كلب بوليسي دي مصيبه بالنسبه لي. بوليسي؟ بوليسي مين يا ابله؟ ما عادش في بوليسي خلاص، ده كلب الشعب. كلب الشعب؟ اي نعم. عقرب، خد شوف ده كده. واضح ان انتوا كنتوا عايشين بره. يا سلام، وعرفتها لوحدك دي؟ ما احنا جايين اهو من المطار بشنطنا حضرتك. يبقى اكيد انتوا اتجندتوا هناك. ايه؟ اه جندوكم. اتجندتوا يعني ايه حضرتك؟ يعني اطفال مين هيجندنا يعني؟ انا مش فاهمه هنتجند ليه اصلا يا فندم. اه جندوكم وجايين مخصوص بقى تتجففوا علينا. بطن البلد مفتوحه يا ابله، وفي 100 صباع وصباع ممدوده فيها لا مؤاخذه. ها صورة تعبيرية رائعة حضرتك. انت شحت منك ليه؟ بتتكلموا بناء عن ايه؟ انا عايزة افهم مين اللي مات وعينك بدل شارلوك هولمز بدل منه؟ ها؟ فهموني مين؟ عايزة افهم مين؟ ابوس ايدك. ايوه ابعدي عني. مش دلوقتي، ابوس ايدك. مين الولية دي؟ مين الولية دي اللي مكسل فالت؟ ولية في عينك يا متبجح يا بلطجي يا سارق قوت الشعب. ما تفكهاش ليه؟ هو انا قدرت على ايه؟ ابعدي عني. القطعة تقبرني. ها؟ مين؟ مش دلوقتي يا ماما بقى. اخلصي خالص. بقول لك ايه يا عقرب؟ احنا ننجز في الليلة دي. انزل باختبار الولاء. خلينا نرفع على بر بقى. عندك حق، انا مش عارف دي فاتتني ازاي. اختبار الولاء. اختبار ايه؟ الولاء. بصوا بقى يا جماعة، أنا هسألكوا شوية أسئلة، ها؟ وعلى حسب بقى ما تجاوبوا أنا بقى هقرر إن إذا كنتوا أنتوا مصريين بجد ولا لا مؤاخذة شغل براني. وسيادتك بقى اللي هتدينا الجنسية مش كده؟ تغور من وشك على فكرة، أنا مش عايزاها. يلا يا أولاد تعالوا وراي، إحنا هننام في الصالون، سيب لهم المنطقة دي كلها. أنا ما أقدرش أقعد مع مناظر زي دي، ما أقدرش. ظالم عبادة. يا ماما أنا مش عارفة أنتِ مستعجلة على إيه، بس اختبار إيه قلت؟ الولاء.